طبعا كلنا شفنا امبارح وتابعنا حفل انطلاق اولمبياد باريس 2024 وشفنا المركب المصري وهي تجوب طبعا بترفع علم مصر. هتنطلق اولى مواجهاتها القويه في البطوله اللي بتستضيفها طبعا العاصمه الفرنسيه باريس. عندنا بقى ابطال كتيره جدا، مش عايزين ننسى حد يهبه، لكن عندنا مثلا عبد الخالق البنا بطلنا في التجديف اللي هيلعب كمان كام ساعه، ابطالنا كمان في السلاح شروت جابر وادهم معتز وياسين فوزي وكمان زياد السيسي وغيرهم كمان من الابطال. صحيح، عمر العربي في الجمباز، هاله الجهري في الرمايه وغيرها من الالعاب الفرديه اللي هتشارك النهارده في انطلاقه اولى لمنافسات باريس. كل الدعوات والامنيات الطيبه طبعا للعيبه والابطال المصريين، كلنا وراكم وبنقول لكم الف مبروك مقدما على المجهود اللي هتعملوه، وكفايه ان انتم شرفتوا مصر ورحتوا لاولمبياد باريس وكنتوا على المستوى العالمي ده، واحنا منتظرينكم بالميداليات اللي هتشرفونا بيها أكتر. خلينا نتعرف على كواليس الانطلاق مع الأستاذ محمود أحمد الناقد الرياضي واللي موجود دلوقتي معانا على التليفون. صباح الخير. صباح الأنوار على حضرتك أستاذ هبة وعلى أستاذ محمد. صباح النور يا فندم، وإن شاء الله يوم موفق دايما ليك ودايما. يا رب إن شاء الله، ونفرح كمان وكمان كده بأبطالنا. يا رب، كلنا بنقول يا رب. حضرتك شايف ازاي انطلاقة البطولة والشكل المبهج اللي دخل بيه الفريق المصري امبارح وابطالنا لباريس؟ انا اول حاجة بس كده هاخد 30 ثانية ابارك بس للنائبة ايا مدني حصولها طبعا على العضوية اللجنة الاولمبية الدولية، وده طبعا حاجة اضافية جدا لمصر ومنصب مهم جدا. احنا اللي حد ياخد عضوية اللجنه الاولمبيه الدوليه دائما يعني دي حاجه قويه جدا لينا، يعني دي اول حاجه. تاني حاجه احنا امبارح كلنا بنشاركك المباركه ليها. طبعا احنا كلنا بنبارك لها طبعا، يعني سيده مصريه ناجحه. يعني نتكلم طبعا على امبارح، كلنا كنا بنتفرج على حفل الافتتاح، كنا مبسوطين يعني حضرتك واستاذ محمد، احنا بنتفرج كده احنا وداخلين كمصريين، الشكل بتاعنا حلو مبهج، يعني اللبس، التنظيم، احنا عندنا 148 لاعب ولاعيبه بيشاركوا في منافسات البطوله ومنافسات الدوره. مش كل اللي كانوا موجودين امبارح، يعني مش 148 لاعب ولاعيبه، هم كانوا موجودين 81 لاعب ولاعيبه بس اللي كانوا موجودين، نظرا لكل الافواج بتيجي على مراحل. يعني بشكل عام احنا كنا شكلنا حلو امبارح والافتتاح كان جميل. وفي حاجه حصلت برضو بعد الافتتاح، احنا خدنا المركز ال 15 على العالم في الزي، ودي اول مره تحصل. يعني حلو قوي. يعني كمان احنا مش بنتكلم عن بطوله رياضيه وبس، لكن في حاجات تانية بتتشاف وبتتقيم، الزي، شكل الدخول، الشكل المشرف لتقديم الابطال وادائهم اكيد اللي هيكون في خلال فعاليات الاولمبياد، مش بس حتى الاداء الرياضي، كمان حتى في تعبيرهم عن مصر وتمثيلهم لمصر. التصميم يعني حتى حضرتك هو انت بتذيع الفيديو امبارح، اللبس باين، يعني احنا لما ناخد المركز ال 15 على مستوى العالم من ضمن 206 دوله، فدي حاجه تبسطنا، حاجه تخلينا مبسوطين. يعني انت متقدم على ايطاليا، ودي في حد ذاتها يعني حاجه كبيره. ايطاليا اللي هي اساسا مصنعه لنا اللبس. يعني هي الصناعه المصريه، يعني هي الشركه اللي عامله اللبس ده مصري، مفهوم، بس المصممين ايطاليين. طيب دي حاجه تبسطنا. يعني استاذ محمود، ازاي استعد ابطالنا للمشاركه في الاولمبياد؟ شهور وسنين، يعني بقى لهم 3 سنين طبعا بيستعدوا عشان يتاهلوا للاولمبياد. الفتره الاخيره كل الاتحاد بدعم طبعا من وزاره الشباب والرياضه او الدوله المصريه، يعني مساعدة وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه، الاتحاد كله والابطال طلعوا سافروا معسكرات بره، في الناس اللي خدت معسكرات بره وفي ناس خدت معسكرات هنا في مصر في المركز الاولمبي او اماكن عديده. يعني كله استعد وكله عمل اللي عليه، التوفيق ده من عند ربنا بقى. يعني كل واحد، كل لاعب ولاعيبه نفسه يحقق انجاز. يعني اي حد مسافر باريس طبعا مفيش مركز او ميداليه، بس مش كلنا، يعني مش كلنا هنجيب ميداليات، يعني في دول عديده جدا بتنافس. هو ده الفكره اللي احنا عايزين نوصلها للناس، يعني بلاش النقد. يعني حضرتك يعني المشاركه في حد ذاتها في الاولمبياد ده انجاز.
انا لاعب اولمبي. من وجهه نظري انا شايف المشاركه في الاولمبياد او التاهل للاولمبياد ده بشكل انجاز جامد جدا، حد ذاته انجاز. يعني انت حضرتك اكيد تابعت اول امبارح القوس والسهم واللاعبه جنى ويوسف والهجوم اللي حصل عليهم. احنا ما عندناش مشكله، النقد البناء انقد براحتك، قول في مشكله مثلا فنيه اللي هي ما جابتش رقم او كذا، بس بلاش تضغط عليها نفسيا. طيب احنا بنتميز بالالعاب الفرديه بشكل اكبر ابطالنا المصريين، يعني النهارده يمنع عياد بطله مصر والعالم في الملاكمه، ليها مواجهه بتتوقع لها ايه؟ وهل الخصم اللي قدامها شكله ايه وقوته ايه؟ يمنى بطله عندها 21 سنه، عندها مستقبل كبير، هي لسه حديثه العهد في الملاكمه. مبسوطين طبعا ليه اول سيده تتاهل في الملاكمه، دي في حد ذاته قوي جدا، بس بتقابل بطله قويه صاحبه البرونزيه في دوره في اسيا، في قاره اسيا، ولعبها بطله عالم. بس يمنى قدها، يعني يمنى قدها وتقدر ممكن تعمل مفاجاه النهارده وتكسب. بشكل عام هي هتعمل اللي عليها، زي ما حضرتك كنت بتقولي، حضرتك انت استاذ محمد، اللاعب بيعمل اللي عليه. أيوة. التوفيق ده من بتاع ربنا، يعني انا استعديت وهدخل انافس. في الاول وفي الاخر انا عملت اللي عليا. لا ان شاء الله وراها ملايين المصريين، وكلنا بنشجع ابطالنا في اولمبياد باريس. انا بشكر حضرتك الاستاذ محمود احمد الناقد الرياضي.